طوال عمرنا منلاحق الزعران ومنشتغل بالبرية، بس القصة هون مختلفة كتير، كل شي مخبى ولازم نلاقيه. لازم نبلش بالحكم دارية. البيت والحكم دارية واحد، بس لازم نبلش بالبيت، لأنه النازك الله يرحمها انقتلت بالبيت، وقصتها هي مفتاحك لتعرف مين اللي قتل الكيخي. معك حق، لأنه لو القصة مثل ما عم يقولوا إنه سرقة ذهب، ما كانت اختفت الملفات. أحسنت. على كل حال أنا بكرة من الصبح رايح أقابل جناب الوالي. أنت بتروح على الحكم الدارية وبتضب حجاب ولمراد باشا الله يرحمه، كلياتهم بالحبس. حصل باشا. والبنات اللي هون بالبيت؟ تبدأ تحقق معهم. مشان هيك عم أقول لك لازم نبدأ من البيت.